من تفسيرات السعادة، هناك تفسير للسعادة للفيلسوف الكبير سبينوزا. عرضت أنا في فيديوهات سابقة ما هي السعادة، وما هي مفردات السعادة، وما تفسيراتها. كل فيلسوف من ناحيته يرى السعادة بمعنى معين، لذلك فالفلسفة معقدة جدا، لدرجة أننا لا نستطيع أن نتناول موضوع معين بحلقة واحدة أو بنظرة واحدة شاملة، بل بأجزاء نظريات. يعني كل شخص له نظرية في السعادة وزاوية معينة يرى منها السعادة. سبينوزا هنا يرى السعادة هي في تطابق النفس مع الطبيعة، يعني أن لا نقف بوجه الطبيعة، بل أن نحقق الطبيعة الكامنة فينا ولا نعارضها، ولا أي لا نقف ضد التيار الطبيعي، بل يجب أن نفهم قوانينها. فإذا فهمنا قوانين الطبيعة، كيف تتحرك، كيف تنتفض، كيف تغضب، عندما نعرف هذه القوانين فإننا نعرف كيف نتعامل معها، وعندها تستكين، نحس أنها تستكين، وعندها نحس أننا في سعادة مطلقة. أي أن السعادة هي غياب المصائب والمشاكل، وهنا أيضا في نفس الوقت سبينوزا يقول إن الإنسان غير حر، لا يملك لا حرية مطلقة ولا حرية اختيار حتى، لذلك هو مضطر للتأقلم مع الطبيعة لكي يكون سعيدا وفي وفاق مع الطبيعة وفي هدنة مع الطبيعة. هنا يختلف عن ماركس. ماركس فهم الطبيعة لتغييرها، هنا يفهم الطبيعة للعيش بسلام معها. ويعتقد سبينوزا أن الإنسان مسير وغير مخير، ومن هنا، ولكنه لا يصل إلى درجة أن يصرح بأن الإنسان غير مسؤول عن أفعاله، لأنه هو فقط يوصف الوضع ولا يريد أن يطلق أحكام قيمية، أي أن الإنسان غير مسؤول عن هذا وذاك وعن أفعاله، لا يدخل في هذه التفاصيل النفسية. وهناك في النهاية قول لدوستويفسكي الكاتب الروسي الكبير في رواية الفقراء، قول حساس جدا ومؤثر جدا، يقول: السعادة يجب أن تشدها من شعرها، يعني أن تمسكها من شعرها. السعادة لا تستطيع أن تضمها ولا تستطيع أن تمتلكها بشكل كامل، وأيضا من ناحية أخرى يجب أن تعرف من أين تلتقطها. هنا أرى تشابها مع ما قاله سبينوزا، لكن هذه الجملة هي عميقة جدا لدوستويفسكي.